فيصاب بسكرات الموت. في الحديث الشريف طبعا ليش يندهش؟ لأنه خلطوا عملا صالحا وآخرة سيئة. لو كلها صالحة كان مرتاح، عندنا يأتينا إن شاء الله أنه المؤمن لمن يعاين يرتاح، لذا يعرق جبينه ويتبسم. المؤمن عندما يعاين يرتاح يعرق جبينه ويتبسم ولا يصاب بسكرات الموت. سكرات الموت ليس للمؤمن، للأنبياء ما عندهم سكرات الموت. صحيح الرسول أعظم قال إني أعوذ بك من سكرات الموت، لكن مثل ما يقول إني أعوذ بك من المعصية مو معناته أنه أفعل المعصية، أعوذ بك من المعصية لكن ليس معناه أنه يفعل المعصية، فيتعوذ من سكرات الموت، لكن هذا لا يعني على أنه يبتلى بسكرات الموت. لا، المؤمن لا يبتلى بسكرات الموت، لكن العاصي يبتلى. عندنا الشيعي يبتلى بسكرات الموت، الشيعي إذا كان عاصي عليه ذنوب معصية بأيام شبابه مسوي معصية ومتائب ناسي أن يتوب، عنده معصية شهوانية مثلا في مكان في غفلة في شهوة، شاب ما متزوج وفعل ما يفعله الشباب المنحرف مثلا العادة السرية وما شابه ذلك والعياذ بالله، نسى أن يتوب من ذلك. هذه شو وقت تظهر؟ تظهر عند الموت بسكرات الموت، يبتلى بسكرات الموت، يبتلى بشيء اللي قلت لك يعني مدهوش ما يقدر لا يحكي، يعاين يشوف في القضايا يشوف الملك لكن ما يقدر يتكلم، فيبتلى بسكرات الموت عندما ينظر إلى الملك وعندما ينظر إلى أعماله. إذا نظرت إلى أعمالي في الحديث الشريف وفي الدعاء آيست، يأيس بعد، لكن شنو؟ وإذا نظرت إلى رحمتك رجوت. فيكون المؤمن حينئذ بين خوف وبين رجاء. عن أمير المؤمنين قال إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة مثل له ماله، ماله يتمثل له، مثل له ماله وولده وعمله، ماله ذيك اللحظة سكرات الموت، ماله كله يتجسد قدامه، أولاده حتى لو مسافرين الله يجيبهم قدام عينه، كلهم يجون أولاده بناته كلهم يحضرون عنده في سكرات الموت، مثل ماله وولده وعمله، أعماله من أيام سن البلوغ 15 سنة إلى يوم رحلته كله يتمثل يتجسد أمامه. فيلتفت إلى ماله فيقول والله إني كنت عليك حريصا شحيحا فما لي عندك، ترى أنا هواية تعبت لك، أنا أكون الشحيح ما كنت أنطي حق للسالي والمحروم خمس ما كنت أدفع، يأكلون دول أغندية على أي أساس أدفع خمس؟ ما أدفع خمس، قلت الكلفتية يأكلوها علينا شيطان، هم ما يدفع يذنب هم يحكي على الآخرين، لا ادفع أنا لا إذا من تثق بدينه من تثق بعلمه من تثق بتقواه، على كل حال لازم تدفع، فما يدفع، فعند ذلك المال يتجسد. فيقول إني كنت عليك حريصا شحيحا فما لي عندك، فيقول خذ مني كفنك، بس عندك يم الكفن، أنا بس أعطيك من كل أموالك، شقد تملك من أموال الكفن علي، كفنك مني بس هاي. قال فيلتفت إلى ولده إلى أولاده فيقول والله إني كنت لكم محبا وإني كنتم عليكم محاميا، أنا كنت أحبكم أحاميلكم أدافع عنكم، يكفي ابن الجيران يتعارك ويا ابني بعد شي خلص، حق لو باطل حق لو باطل شوفني كنت أحامي عن ولدي، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، طبعا هذا معنى فاسد، فماذا لي عندكم؟ هسه شو تقدرون تسووا لي؟ اخر لحظه بعد من حياتي الدنيويه وانا كنت كلها في خدمتكم، خدمه اولادي، خدمه بناتي، عرسهم، مشاكلهم، جامعتهم، دراساتهم، كلها كانت علي، ليل ونهار كنت اكدح كدحان، مع ذلك ما كان راضين الجماعه، هل قلت اتعب نفسي واخرها ما راضين؟ اخرها كنت اشوف بعض الاولاد يقول للام او الاش شو مسوينا؟ شو مسوينا انتم؟ غير الفقريات شنو شفنا من عندكم؟ هكذا يخاطبون الآباء والأمهات. فيلتفت إلى ولده فيقول والله إني كنت لكم محبا وإني كنتم عليكم محاميا فماذا لي عندكم؟ فيقولون نؤديك إلى حفرتك، احنا نيجي نشيعك للحفرة إلى قبرك، نواريك فيها، نخليك بالتراب،
قال فيلتفت إلى عمله فيقول والله إني كنت فيك لزاهدا. أنا بالعمل كن الزاهد، بالعمل كن الزاهد، صوم نعدي، صلاة يلا صلاة الصبح ما صار ما صار نقضيها بعدين، كنت أزهد بصلاة الصبح أقضيها بعدين سموها. والله إني كنت فيك لزاهدا وإن كنت علي لثقيلا. الصلاة إنما هي ثقيلة كبيرة إلا على الخاشعين، والعلماء من الخاشعين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا الجاهل الصلاة عليه ثقيلة، واقعا ثقيلة، واقعا الصلاة على الإنسان الجاهل ثقيلة. لمن يصلي يقول الحمد لله صليت خلصت منها، خلصت منها، يعتبرها ثقل. ايش كبرها الصلاة؟ هي 4 ركعات 3 ركعات، فالثقل يعتبرها، يقعد يقوم صلي. إيه ما يخالف إذا أصلي، إيه ما يخالف إلى أن الساعة 12 من الليل بعد ما نصلي صلاة الليل، صلاة المغرب والعشاء، لأنه ثقيلة ما يقدر، ثقيلة واقعا ثقيلة الصلاة. هي 4 ركعات لكن واجب بها ثقل، عندما يكون إنسان جاهل صلاة تصير عليه ثقيلة. لذا يقول إني كنت فيك لزاهدا وإن كنت علي لثقيلا. فماذا عندك؟ هسه قل لي شو تسوي لي، شنو تقدمها إلي؟ فيقول إني قرين في قبرك ويوم نشرك. أنا وياك بعد، أنا عملك وياك، هم بقبرك هم يوم القيامة. إني فيقول إني قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. أنا وأنت نعرض على الله سبحانه وتعالى، فإما صالحا وإما سيئا. فالقرين هو العمل. نجد أمير المؤمنين يتأوه من هذا، لأنه الإنسان عندما يريد هذه السفرة الأخرى ويحتاج إلى الزاد حينئذ، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمير كان يبكي ويخشى عليه ويقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالموت، الموت نقلة، وبحوث الموت سكرات الموت عندنا، ما يهون سكرات الموت ملك الموت، كيف تقبض الأرواح، ما يهون عقبة ملك الموت. قال أمير المؤمنين اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الموت ففترت لها أطرافهم. عندما تأتي سكرة الموت وحسرة الموت بعد هاي أعضاء ترخى تفتر، أطراف يعني أعضاء، بعد كل عظم ما يقدر يحرك لا إيده ولا رجل، بس عيونه يشوف. ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا فحيل بين أحدهم وبين منطقه، بعد ما يقدر يحشي، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه على صحة من عقله، مو مجنون يعقل كل شيء، وبقاء من لبه يفكر فيما أثنى عمره. عمره وين ضيعه؟ بذيش اللحظة يتذكر أنه العمر وين راح، وفيما أذهب دهرا. يستجيرون الأئمة من سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. الإمام الصادق قال لرجل محتضر اللهم سهل عليه سكرات الموت. في القرآن الكريم جاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يمر الإنسان بهذه العقبة وهي أولى العقبة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فيجتمع عليه هموم الدنيا كلها. ومن أصعب الهموم فراق الأحبة، كما قال الإمام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام عندما كان يبكي في حالة الاحتضار، قيل يا ابن رسول الله لما تبكي وأنت سي شباب أهل الجنة؟ قال أبكي من هول المطلع، أولا ما أدري شكو، يعني ما أدري عن لساني طبعا دا أقول الإمام يعلم، لكن هول المطلع على كل حال، هول يوم القيامة. في الأحاديث واقع الإنسان عندما يقرأ أصلا يزهد في الدنيا ومن فيها وما فيها، هول المطلع وفراق الأحبة. الرسول الأعظم يقول لجبرائيل يا جبرائيل عظني عظني، قال يا رسول الله أعظك بثلاث، أعظك بثلاث أشياء، واحدة أحبب من شئت فإنك مفارقه، أي واحد تحب أحبه لكن في اليوم تفارقه، حبيب عزيز عليك في اليوم تفارقه على كل حال، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وعش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، فإنك ميت.
فعلى كل حال أولى عقبات المعاد الموت، واللي الموت عقبة خطرة وهي سكرات الموت.